كل متابعي التلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم. تغطية رياضيه جديده، يعني اكيد دلوقتي فصل منتخبنا الوطني اللي اعلن بشكل رسمي مستر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا عن الاسماء القائمه النهائيه اللي هتروح كاس الامم الافريقيه واللي هيمثلوا منتخبنا في كاس الامم اللي هتقام في الكاميرون ان شاء الله. مفاجأة طبعا كعاده كيروش، زي ما مفاجآت لعيبه مفاجاه ان هي خرجت، لعيبه مفاجاه ان هي دخلت. كيروش معودنا من ساعه ما تولى المسؤوليه انه دايما هيكون عنده مفاجآت في اختياره. يمكن زي ما كلنا عارفين ان كان في قائمه مبدئيه فيها 40 لعيب، كان متوقع ان يتم استبعاد 12 لعيب والقائمه كانت تبقى 28 لعيب، ولكن كيروش استبعد 15 لعيب. خلينا نقول القائمه كده بشكل سريع. في حراسه المرمى طبعا نجم الحراسه محمد الشناوي، ومعاه محمد ابو جبل، ومعاه محمد صبحي ومحمود جاد، طبعا كده في اربع حراس. خط دفاع اكرم توفيق وعمر كمال في مركز الظهير الايمن، في احمد حجازي ومحمود حمدي الونش وايمن اشرف في مركز المساك. مركز الظهير الايسر احمد فتوح، في برده محمد عبد المنعم ومحمود علاء في مركز المساكين. في وسط الملعب عمرو السوليه رغم الاصابه بيتواجد في القائمه، ويعني مستر كيروش مصر على عمرو السوليه، شايف ان هو واحد من اهم اللعيبه في منتخبنا الوطني، فيعني فكره ان هو يتم تجهيزه لحد ميعاد البطوله طبيب المنتخب اكد ان هي ممكنه، وبالتالي عمرو السوليه يعني على راس قائمه منتخبنا المشارك في كاس الامم الافريقيه، مع طبعا حمدي فتحي وامام عاشور. عبد الله السعيد طبعا متواجد في القائمه، احمد سيد زيزو ومهند لاشين. المهاجمين عمر مرموش طبعا نجم منتخبنا الوطني شتوتغارت الالماني، محمد شريف نجم النادي الاهلي، مصطفى محمد المحترف طبعا في الدوري التركي، طبعا نجمنا ونجم النجوم محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه رغم ان هو لسه عايد من اصابه طويله في الرباط الصليبي ويمكن لسه ما شاركش مع فريقه، ولكن في ثقه كبيره جدا من كارلوس كيروش في امكانياته، فبالتالي هو متواجد برده في القائمه. واخر اسم اللي كان فيه كلام كتير ان هو ممكن ما يبقاش متواجد هو طبعا رمضان صبحي. في اسماء كتير جدا مستبعده، يعني بقى بعيدا عن ال40 في اسماء كتير كده مستبعده، زي طبعا طارق حامد اللي كان استبعاده مفاجاه كبيره، ولكن برضو في اسماء دلوقتي من ال40 تم استبعادها. محمد فوزي طبعا حارس الاسماعيلي، احمد ياسين البنك الاهلي، محمد فتح الله غازي المحله الشهير بكاماتشو، مروان حمدي طبعا لاعب سموحه معار من الزمالك، مروان داوود ظهير ايسر انبي، مصطفى فتحي طبعا، محمد مجدي قفشه اللي هو بيعد طبعا واحد من اهم اللعيبه اللي تم استبعادها من البطوله، محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز، احمد ياسر ريان تم استبعاده ايضا، احمد حسن كوكا، احمد رفعت اللي برضو استبعاده بيمثل علامه استفهام كبيره رغم تالقه بشكل كبير في كاس العرب، وكل الناس توقعت ان هو ممكن يكون متواجد في القائمه، ولكن مستر كيروش بيفاجئ الجميع وبيستبعد احمد رفعت. ابراهيم عادل طبعا برضو اللعيب المهم جدا في نادي بيراميدز ومنتخبنا الاولمبي، يعني كان في كلام كتير ان هو ممكن يكون متواجد ولكن تم استبعاده. محمد هاني كان استبعاده امر منطقي لان محمد هاني لا يشارك مع الاهلي طبعا، واكرم توفيق هو ظهير الايمن الاهلي في الفتره الاخيره، احمد رمضان بيك كان برضه استبعاده كان منطقي، وبرضه اخيرا نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز. يمكن كيروش معودنا كده ان هو في مفاجات كتير، بس احنا يعني ما فيش قدامنا غير ان احنا ندعم ال 25 لعيب دول، ان شاء الله دول ال 25 لعيب اللي هيمثلوا منتخبنا في كاس الامم الافريقيه، اللي منتخبنا اكيد بيسعى للفوز بالبطوله على الاقل الوصول للمربع الذهبي بعد خساره كاس العرب اللي كان انا شايف من وجهه نظري ان هي كانت في المتناول بشكل كبير. وبعد كاس الامم الافريقيه كمان عندنا الدور الفاصل في التصفيات المؤهله لكاس العالم، يعني اعتقد اختيارات لعيبه كبيره جدا طبعا من ضمن القائمه، وحتى لعيبه برضو اللي استبعدهم فيهم لعيبه كبيره، بس برضو خلينا متفقين ان طبيعي جدا لما تم اختيار 25 لعيب من مصر او منتخبنا الوطني اكيد هيتم استبعاد لعيبه كتير، لان احنا الفتره الاخيره في لعيبه كتير جدا متالقه سواء من اللعيبه المحترفين او اللعيبه في الدوري المصري، وده امر من وجهه نظري يحسب لكارلوس كيروش اللي قدر يوسع قاعده اللعيبه الدوليه، فبالتالي احنا دلوقتي محتارين مين ال 25 لعيب، مين اللي تواجد في القائمه، مين اللي يخرج من القائمه. طبعا كلام كتير على استبعاد قفشه ان هو يعني كان من المفترض انه يتواجد، طبعا لعيب كبير وصانع العاب مهم جدا، ولكن واضح جدا من ساعه تولي مستر كارلوس كيروش وهو لا يعني لا غير مقتنع بشكل كبير بقدرات قفشه. كان كمان في كلام كتير على محمد شريف، ولكن محمد شريف متواجد في القائمه لان كيروش من الاخر كده بيستخدم شريف كجوكر، ممكن يلعبه في مركز الجناح، ممكن يلعبه في مركز المهاجم الصريح، فبالتالي يعني قائمه يعني في جدل كبير عليها، ولكن لا يسعنا غير ان احنا نقول ان احنا ورا منتخبنا ورا القائمه اللي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني. ان شاء الله باذن الله منتخبنا يعني يظهر بشكل كويس في كاس الامم الافريقيه رغم صعوبه البطوله ورغم صعوبه الانديه او الفرق المنتخبات المشاركه، ولكن منتخبنا قادر دايما خصوصا في الدورات المجمعه ان هو يقدم افضل مردود ليه. كل التوفيق لمنتخبنا في كاس الامم الافريقيه ومن بعده التاهل لكاس العالم، كل التوفيق طبعا لمستر كيروش في اختياراته اللعيبه اللي هو اختارها. خليكم دايما معانا في تغطيات رياضيه جديده.